طيب قال شرح الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. معنى الكلام، معنى الآية، إنه ربنا سبحانه وتعالى ما بعذب عبد يوم القيامة ما بلغته الرسالة، إلا تبلغ الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فيبقى الشك، ربنا ما بعذب إنسان بدون ذنب. ما دام بلغتك رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، بلغك التوحيد وبلغتك السنة، بعد ذاك كفرت بها، بقيت كافر راس عديل يهودي نصراني، ولا بقيت عامل فيها مسلم لكن انت في الحقيقة كافر، عامل فيها مسلم، وحتى تلقى بصلي وصايم رمضان، اليومين الجادمة رمضان بيجي تلقى شايل له مسواك طويل خاش الجامع ومارك، ولا ابري صفيتوه وشنو كده صايم الولد، اول ما يقوم على حيله بيقول لك يا احمد تجاني تلحقنا، ده عامل فيها مسلم لكن ما مسلم. بكلمك النصيحة، ده ما مسلم. ليه؟ لأن الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد. أول حاجة، ما عندك توحيد ما ممكن تبدأ لي من نمرة ثلاثة. الصيام، الصيام ده في أركان الإسلام نمرة أو نمرة أربعة أو نمرة خمسة. أنت التوحيد بعدين الصلاة. توحيد ما عندك، لا صلاة مقبولة ولا صيام مقبول. إذا توحيد عندك وصلاة ما عندك، لا توحيد بينفعك، فهمت؟ ولا صيام بينفعك. عشان كده اي انسان اخلى بالتوحيد ولا ما صلى ده ما مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عشان كده الزول الصايم، الصايم وما بصلي ده زي الصايم وما عنده توحيد، وكت ما عندهم دي. ما موحد انت بتمشي جهنم، مشرك. ما بتصلي بتمشي جهنم. عموما الآية: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي اللي ما بلغته رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ما بيعذب يوم القيامة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى الإنسان ده ما بلغته حجة. ربنا ما بعذب إنسان بدون ذنب، ده الفهم. طيب